اهلا وسهلا، معكم اخوكم سامي من فرج من قناة سامي اف. الاستاذ الجميل سألني، قال لي انه يبغى يحط عدة سلالم شرقية من غير استخدام الفريز. طبعا هو كلامه صحيح، انك انت ما تقدر تحط سلالم شرقية مختلفة في الفريز، هني في الريجستريشن ميموري مستحيل. الريجستريشن ميموري تقدر تحط سلم موسيقي شرقي واحد، تختار تشريقة وحدة على إيقاع واحد بس أصوات مختلفة، وتقدر تحط تشريقة وحدة على إيقاعات مختلفة بدون الفريز، لكن ما تقدر إنك تحط على كل ريجستريشن سلم شرقي لحاله. هاي الحركة تستوي وين؟ بس تستوي هني، هني عندك هاي الوحيدة اللي تركولك الحرية الياماها. يعني لاحظ ميموري رقم واحد السكيل هذا، رقم اثنين السكيل هذا، رقم ثلاثة السكيل هذا، هذا الوحيد اللي تركولك فيه الياماها هني. هني تقدر تسيف عدة سلالم عندك ليلة الخمسة، لكن في الريجستريشن ميموري ما تقدر مثل ما وضحيت لك. هاي معلومة حبيت أقولها للي يعرفه واللي ما يعرفه، لأن هذا السؤال يعني فقلت لازم أجاوب عليه. شكرا.